في وادي سرف الواقع في مدخل مكة المكرمة اللي ما يبعد عن مسجد التنعيم أكثر من 10 كيلومتر، هناك مقبرة على الطريق. مقبرة غريبة بعض الشيء، حيث أنها لا تحتوي إلا على قبر واحد ولم يدفن بها أحد منذ أكثر من 1400 سنة. لمين هالقبر؟ وليش هالمكان؟ وليش يتوافد عليها الحجاج والسياح؟ في مناكب نحكي الحكاية. العام 51 للهجرة، وفي موسم الحج مرضت إحدى السيدات مرضا شديدا، وكانت تشعر بأنها قد اقتربت وفاتها. كانت وقتها تبلغ من العمر 80 سنة. أرسلت هذه السيدة في طلب ابن أختها. ابن أختها ما كان إلا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، والسيدة هي أمنا أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث، اللي كانت رحمها الله هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ابن عباس مسرعا لتبلغه السيدة ميمونة بوصيتها. يوم أو يومين بعد هذه الوصية وتوفيت السيدة ميمونة بنت الحارث، فأمر ابن عباس المسلمين أن يدفنوها في وادي سرف، وذكر لهم بأن هذه وصيتها قبل وفاتها. لم يكن من المسلمين إلا أن نفذوا وصية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وحملوها على الأعناق نحو وادي سرف. كان ابن عباس يبكي ويقول: ارفقوا بها فإنها أمكم. يقول الصحابي يزيد بن الأصم رضي الله عنه: دفننا ميمونة بسرف وقد نزلت في قبرها أنا وابن عباس. لكن لحظة، ليش هالمكان بالتحديد يا حبر الأمة ابن عباس؟ وادي سرف هو المكان الذي زفت فيه ميمونة بنت الحارث كزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء عمرة القضاء في العام 7 من الهجرة. كان وقتها اسمها برة، وغيرها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة. في آخر أيامها اختارت أنها تدفن في المكان الذي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فيه أول مرة. أرادت أن يكون قبرها المكان اللي عرفت فيه النبي صلى الله عليه وسلم كزوج للمرة الأولى. رحم الله ميمونة بنت الحارث وجمعنا الله بها في جنات النعيم. رثتها عائشة رضي الله عنها حين ذاك فقالت: ذهبت والله ميمونة، أما وإنها كانت من أتقانا لله عز وجل وأوصلنا للرحم.